وكيلة اللاعبين نور العيساوي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا كابتن إبراهيم، أهلا وأهلا بحضرتك. بالسادة المشاهدين. أنت عاملة أزمة يعني في خالص والله أبدا. إيه اللي حصل بقى؟ يعني أنا بصي، إحنا مرة واحدة لقينا في بيان نازل من نادي الزمالك، وبسبب تصريحاتك في قناة الزمالك أمس فوجئنا إن السوشيال ميديا وكل البيجات بتاعت نادي الزمالك وكل المواقع بتتكلم على إن أنت قلتي إن زيزو يمشي. طب ممكن بس توضحي لنا كان الموضوع يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ في الحقيقة ما قلتش ان زيزو يمشي. طبعا انا يعني هقول حاجة واحدة بس، ادخلوا اتفرجوا على الحلقة كاملة. انا اتسألت سؤال دلوقتي، شايفة مين يقدر يخرج لأوروبا؟ كسؤال لإنسان طبيعي ده شيء من طبيعي. الدوري المصري، ليس من النادي الزمالك فقط، من الدوري المصري كامل. قلت من اللاعبين اللي يستحقوا يلعبوا، زي ما احنا عندنا أمثلة محمد صلاح، زي ما احنا عندنا، انا شايفة ان زيزو وعبد المنعم واحمد عاطف كلها امثله جميله ان احنا نقدر ان احنا نفتخر بيها انها تلعب بره. تمام. لكن لم اتحدث ان في عرض، ولم اتحدث ان زيزو يمشي، وما اقدرش اتكلم في حاجه كده، لان انا كوكيله معتمده من الفيفا فاهمه انا بقول ايه، وانا كوكيله لا انتمي لاي نادي، انا انتمي الى اللاعب بتاعي فقط، أكيد. وده الحاجه البروفيشنال. هل انا كده اسات للجمهور؟ هل كده انا اسات لنادي الزمالك؟ دي حاجه كويسه لما يبقى في عنصر في نادي الزمالك يقدر ان هو يطلع يلعب في اوروبا، انا كده بمدح فيه، انا ما قلتش ان هو هيمشي، ولكن الهجوم كان بشكل غير لائق عليا تماما. انت مقلوب عليك الدنيا اصلا. مش فاهمه ليه، انا عايزه افهم ليه، انا لم اخطئ ولا واراهن اي حد يفتح الحلقه ويتفرج عليها كامله يقول لي ان انا قلت ان زيزو هيمشي. انا قلت زيزو زيه زي اي لاعب في الدوري المصري، جاله عروض السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها من الامارات ومن السعوديه وزي اي لاعب، وهو ما مشيش وفضل في نادي الزمالك. لكن انا ما قلتش ان في عروض جايه، وكل اللي حصل البروباجندا دي بسبب انسان مش هقول عنه ان هو صحفي لانه لا يمس للصحافه بشيء طبعا، لكن هو من اسكندريه وانا عارفاه، فما فيش مشكله لو جمهور نادي الزمالك كله هيقف ضدي عشان انا ما قلتش حاجه، فانا الجمهور هيفضل فوق راسي، وجمهور الاهلي فوق راسي، وجمهور الاسماعيلاوي والاتحاداوي وكل جماهير الانديه العريقه فوق دماغي، وانا تحت امر اي نادي يطلب اي لاعب لان ده شغلي وانا ده بحترم طبيعة شغلي. شغلك بس صح. طب انت بس شايفة الأزمة ايه اسبابها؟ يعني هل يعني لان في تحقيق مع الاعداد وفي حاجات كتير، اولا طبيعي ان انت بتتكلمي على اللعيبة وبتشوفي مين، بتقولي وجهة نظرك، ايه سبب برضو؟ انا عايز افهم مرة واحدة، يعني ممكن يكون فن التوقيت مثلا، يعني فن التوقيت بطريقة ان هو في شباب، ان الشباب السعودي وفي نادي الاتفاق بيتكلم على زيزو، هل ممكن التوقيت ما كانش مناسب في التصريحات اللي زي دي؟ هو الحقيقة يا كابتن لو التوقيت غير مناسب ما كانش صدر من السكريبت بتاع المذيع ان هو يسألني السؤال ده، مش انا اللي سأل السؤال، دي هو اللي حقيقة. سأل السؤال، وانا جاوبت السؤال بشكل لائق جدا، وجاوبت السؤال بطريقة كويسة، وما قلتش ان اللاعب يمشي خالص، فانتوا بتلوموني على ايه؟ لكن المذيع الفاضل طلع وقال انا غلط ان انا استضفت. طب حضرتك لو غلط ان انت استضفت، انا الحمد لله استضفت في اكبر برامج موجودة واكبر قنوات موجودة، وعمر ما حد غلط او قال ان انا خطأت في لا اي شيء، وغير كده حضرتك انت بتتكلمي، انت طلعتي بتتكلمي كوره، انت ما اتكلمتيش في حاجه خارجه عن الكوره، يعني وانا ما قلتش انا مش انا شايف. مثلا، انا ما طلعتش قلت انا وكيلة زيزو وانا هروح اجيب له، انا ما حصلش مني حاجة، انا قلت ده نموذج مشرف، انا بحلم، انا بشجع منتخب بلدي، بحلم ان احنا ندخل كاس العالم يبقى عندنا 100 مليون محمد صلاح، مش محمد صلاح واحد، فلما اكيد هيجاوبني هديله الامثله، هقول له من الاهلي وهقول له من الزمالك وهقول له من الاتحاد وهقول له من كل الانديه. ده مش معناه ان انا بقول ان اللاعب ده يخرج. زيزو ابن الزمالك، هو بس عايز يخرج دي حاجه ترجع له، عايز يفضل نتمنى جمهور الزمالك فوق دماغي، عمري في حياتي ما اخطات في حد. بس خدي بالك برضه، انا عايز اتكلم معاكي في النقطه دي. طبعا يعني اولا انت في مجال صعب شويه، خصوصا كمان انت اكيد في اكيد حته يعني كوره، مصر كلها أكيد بتتكلم كوره، طبعا سواء في اهلي او زمالك، وارد ان ممكن في اي تصريح ليكي سواء على الاهلي او على الزمالك هتلاقي نفسك ان انت بتتهاجمي، ده شيء طبيعي. انت مش أكيد شايفه ان دي جراءه منك ان انت تخشي في المجال ده؟ يعني في الحتة دي، لأن صعبة جدا. هقول لحضرتك على يعني خدت حاجة. الجرأة دي إزاي؟ أولا أنا كنت بلعب كورة في نادي الوداد، أنا كنت لعيبة كرة قدم في منتخب المغرب،
تمام، واصبت بالصليبي وبطلت، وبدات ان انا ادخل في الكارير. انا عارفه ان الكارير كبير، ولكن احنا شفنا بنات نماذج مشرفه لدولهم، ناجحين في الطب، في الرياضه، في اي حاجه عامه. فمش معنى ان انا بنتي يبقى الحاجه دي صعبه عليا، طالما انا بمارسها بطريقه بروفيشنال. انا شريكي انسان من اكبر وكلاء في اوروبا، انا بتعامل بشخصيه محترمه ومنمقه مع الناس، ليه ما نجحش؟ ليه الجمهور ده بدل ما يهاجمني وانا ما اسقتش في حق حد، ليه ما يقفش جنبي ابقى نموذج مشرف لبلدي؟ لا طالما انت ليه دخلت انا المجال يبقى اتهاجم؟ استحملي عشان ما انا مستحمله، انا ما بس عنديش، انا الجمهور فوق دماغي، وانا انا عادي بقبل. انا حتى نزلت بياني النهارده وشرحت وجهة نظري، وقلت ان انا بقبل الانتقادات والافعال اللي بتبين. انا لو عايزه امشي زيزو ولا جايبه حاجه لزيزو، مستحيل كنت يعني هقول حتى لو في حاجة. وأصلا عمري في حياتي ما أعمل حاجة لكده، دي رغبة لاعب، وأنا عمري في حياتي ما بوظ كيان زي نادي الزمالك ولا أقول له اطلع ولا لا 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 لا، ما فيش الكلام ده نهائي. أنا حقيقي مصدومة في الكلام اللي اتقال عني، وفي الصحفيين اللي للأسف للأسف وصلوا صورة خاطئة للجمهور وجم عليا، وأنا ما كنتش سعيدة. ومش دي الطريقة البروفيشنال إن احنا منتظرينها في الكورة، مش دي الكرة المصرية، مش دي الطريقة، مش دي الطريقة والأسلوب إن احنا نتعامل. الكرة دي أخلاق، أخلاق قبل ما تبقى ملعب وقبل ما تبقى أي حاجة، فهي أخلاق. بس أنا ما غلطتش في حد ولا اتكلمت عن حد، وده اللي أنا أقدر أقوله يعني. طب رد حضرتك ايه على البيان من مجلس اداره نادي الزمالك بقياده كابتن حسين لبيب بالاستنكار نفسه يعني؟ أنا حقيقة مستغربة. أنا اشتغلت برا مصر واشتغلت في دول كتير، أنا عمري في حياتي ما شفت نادي طلع بيان عن وكيل، يعني أنا ما شفتهاش. بس ده معناها أنا بشكر نادي الزمالك. أنا عادي، أنا ما حضرتك طلعت بيان أنكرت فيه اللي اتقال، حضرتك أنكرت شيء مش موجود لأن أنا أصلا ما قلتوش. حضرتك ممكن تراجع الحلقة كاملة، أظن إن الحلقة نازلة من القناة مش مني أنا، فأنا مش هلعب في الحلقة. يمكن الحلقة موجودة، أي إنسان يقدر إن هو يحكم على شخص يدخل يتفرج على الحلقة كاملة. ولو لقى إن أنا اتكلمت وقلت إن أنا هخرج زيزو، ولا جاي عرض لزيزو، ولا زيزو يمشي من الزمالك، أنا من شيمة الناس الخلوقة ومن شيمة الناس المتربية للاعتذار، فساعتها هعتذر. ولكن أنا ما صدرش مني أي حاجة من الكلام ده خالص. بشكرك طبعا. فأنا صراحة أنا مستغربة البيان، أنا أصلا مش فاهمة البيان، يعني أنا مش فاهمة بيان على إيه، هو حاجة لن تحدث. احنا يعني احنا كمان خد بالك برضو يعني هي حاله غريبه شويه يعني، فاهم قصدي؟ ان نادي الزمالك برضو ينزل بيان بسبب اكيد طبعا الكلام بتاع حضرتك والتصريحات بتاعت حضرتك انتشرت بشكل كبير جدا، فاكيد وصلت لمجلس الاداره، فطبيعي ان مجلس الاداره هيرد يعني هيبقى في رد منه. أنا الجمهور، أنا متفهمة الوضع. فهو برضو خد بالك برضو انت جيتي في توقيت تصريحاتك دي في وقت نادي الزمالك عنده بعض المشاكل وعنده ظروف، وخصوصا كمان انت جيتي على لعيب اكتر لعيب بيتكلموا عليه في الفتره الاخيره في رحيله. كابتن حضرتك بتقول لي انت جيتي على لعيب وانا اصلا ما اتكلمتش، يعني والله التصريحات دي انا ما قلتهاش، ما يعني قلتهاش التصريحات اللي يعني. نزلت دي كانت اللي نازله كده كتابيه او نازله حتى في ما الفيديو؟ مش انا ما قلتش الفيديو مش كامل صح؟ يجيبوا الحلقه ويفتحوها ويسمعوا. انا ما اتكلمتش ان زيزو هيمشي، ما صدرش من لساني. انا قلت زيزو من اللعيبه اللي تستحق وده عادي، تحترف انا في شايف ان اوروبا، عادي خالص ان انت بتتكلمي وده عادي. انا طلعت انا مش عارف مع فيه ايه. كذا برنامج وبقولها دلوقتي تاني، عندنا عناصر في مصر كتير لعيبه كويسين، سواء في اهلي او في زمالك او في اي نادي قمه، يستحقوا ان هم يطلعوا. ليه ما نسمعش محمد صلاح جديد؟ ايه الغلط اللي انا قلته؟ ده حاجه تشرف بلدنا، مش حاجه تضايق حد، مش حاجه ان انا بغلط في النادي، انا ما غلطتش. طب سؤال بقى اخير عشان ايه اسخن الموضوع اكتر، ومسمعش هو اصلا لوحده وبسيط اجيب بقى يعني فبقى اخلص الموضوع بقى. فبقى انت شايفه زيزو يروح فين؟ يعني اقرب حاجه الانتقال لزيزو لنادي في مصر ولا بره مصر؟ والله انا شايفه ان زيزو بالنسبه لي انا، بص انا مش عارفه والله اقول لك ايه، بس اللي زيزو عايزه يعمله. مش هقول حاجه. بشكرك والله.